تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والرأي الآخر لا تزال مستمرتان منذ أزمة 2011 وفقا لإحصائيات دولية وعربية، كما تم تقييم اليمن في العام الماضي بالأكثر انتهاكا للصحفيين ووسائل الإعلام، كان آخرها ما حدث ل24 ناشطا وإعلاميا. هنالك تدهور واضح في مجال الحريات الصحفية، المخاطر تزايدت تجاه وسائل الإعلام والعاملين في الميدان، الانتهاكات زادت بشكل مرعب. جلسة استماع ناقش فيها الصحفيون أحداث اختطافهم وما حدث لهم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن من انفلات أمني. يؤكد الصحفيون أنهم يعيشون حالة من الخوف في ظل عدم وجود ألا دولة، معتبرين أن تكميم الأفواه والقمع يعد انتهاكا صريخا لحقوق الإنسان. اللي حصل انه كان معنا مظاهرة في ساحة الجامعة، وصلوا مسلحين مدنيين وجنود أمن اعتدوا علينا بشكل كبير، اعتدوا علينا بعقب المنادق معهم هراوات كانوا، ووجهوا لنا تهم طائفية، تهم مناطقية، براغلة ودواعش، اقتادونا للسجن تحت تهديد السلاح، وكان يقول يعني الضابط اللي كان مشرف عليهم يقول لهم اذا حاول اي واحد يهرب من الطاقم ممكن نعد 16 واحد على الطاقم. قرحوا راسه. احصائيه صادره عن مؤسسه حريه كشفت رصد 359 حاله انتهاك تعرض لها صحفيون واعلاميون ووسائل اعلاميه مختلفه في اليمن، وتوزعت على 11 نوعا من انواع الانتهاكات. مؤشر خطير بالنسبه لما تمر به البلد، خاصه في ظل الوضع الذي يشهد اضطراب سياسي وانفلات امني وانتهاك لسيادة الدولة، وأيضا تصاعد وتيرة الأزمة السياسية في اليمن. نحن نتمنى أن يكون هناك وقفة جادة من جميع الأوساط الصحفية في اليمن أن توقف ضد هذه الممارسات، وأن يجب أن تحترم هذه الفئة من الصحفيين كونها تقدم خدمة للبلد وكونها تظهر الرأي والرأي الآخر. فلذلك نحن نتمنى أن يكون هناك آلية حماية للصحفيين. تبقى حياة الصحفي معلقة بين الخوف وكلمة الحق، وبغض النظر عن الانتماء والتوجه الذي يعمل فيه، إلا أن البحث عن الحقيقة يواجه صعوبة حقيقية في ظل سحابة الغمام التي يعيشها اليمن. سامي الحجري، اليمن اليوم.